بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو فايز عبد الرحمن أخونا له قضيتان. في قضيته الأولى يقول: توفي والدي رحمة الله عليه ولم تنتهي فلة كان قد بدأ في تعميرها، وبعد وفاته قام إخواني الكبار وعددهم 5 بإكمال هذه الفلة على حسابهم الخاص، وذلك لأنهم لو تركوها سوف تكون عارا عليهم وسوف يسبهم الناس بها. والسؤال: عند القسمة يطالبون كل بما دفع من جيبه، فهل لهم حق المطالبة به شرعا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مثل هذه المسألة تعرض على المحكمة لأن فيها طرفين متنازعين، فهو من اختصاص المحاكم الشرعية إلا إذا صلحوا بينهم. الصلح جائز بين المسلمين، أما إذا لم يصلحوا فلا بد من الانتهاء إلى المحكمة الشرعية. جزاكم الله خيرا. قبل وفاة والدي رحمة الله عليه اشترى قطعة أرض بمبلغ وقدره 80,000 ريال، وقد طلب هذا المبلغ من إخوتي 5، فأرسل كل واحد منهم له مبلغ 16,000 ريال، ثم سجل الأرض باسمه على أساس أنهم أولاده، ومن حقه أن يطلب منهم ما يريد وما يستطيعون، إلا أنه عند قسمة التركة يقولون بأن هذه الأرض لهم 5 فقط وليس للباقين من الورثة شيء فيها. أختونا حفظكم الله. كذلك هذه من اختصاص المحاكم، ما دام أن فيها طرفين متنازعان فهي من اختصاص المحاكم. والأصل أن الولد كما في الحديث هو ماله لأبيه، الظاهر من الحال أنهم دفعوا هذه النقود لوالدهم حسب طلبه وإجابة لرغبته، فتكون هذه الأرض له، وهم قد دفعوا هذه المبالغ إعانة له على تملكها. ولكن لا بد من الرجوع إلى المحكمة النظر في هذا الموضوع. إذا كان عندهم ما يثبت أنهم دفعوا هذه المبالغ بقصد المشاركة في تملك هذه الأرض ويكونوا شركاء مع والدهم فيها، هذا لا بد من إثباته والنظر فيه من قبل القاضي الشرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كثيرا ما يكثر النزاع بين الورثة بعد وفاة المتوفى، هل من كلمة صالح؟ النزاع بين الناس موجود، ولا بد أن يكون هناك نزاع في أمور الأموال والاستحقاقات والمواريث، ولكن الحمد لله هنا الشرع المطهر يحل جميع المنازعات. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية، وهي تحل المنازعات على ضوء من شريعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة ميم عين تقول: يا فضيلة الشيخ، إني أبلغ من العمر الآن قرابة 52 عاما، وعندما كنت صغيرة في سن 13 والـ14 وبالتأكيد لم يكتمل عمري 15، قد حدث ولم أصم شهر رمضان بتلك السنة لظروفي بأتنا صعبة جدا، وعند ارتباطي بأعمال شاقة وإصرار
أهلي علي بعدم الصوم من أجل قيامي بهذه الأعمال، فهل علي قضاء ذلك الشهر؟ إذا بلغ المسلم سن التكليف ذكرا كان أو أنثى لأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ ومنها الحيض بالنسبة للأنثى، فإذا حاضت أول حيضة فإنها تدخل سن التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، يعني من بلغت سن المحيض. ومن ذلك الصيام، صيام شهر رمضان يجب عليها لأنه ركن من أركان الإسلام، وليس لأهلها أن يمنعوها من الصيام بحجة أنهم يريدونها في العمل الشاق، إن هذا لا يجوز لهم ولا يجوز لها هي أن تطيعهم فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فالواجب على أولياء أمور النساء وأمور الصغار إذا بلغوا، الواجب عليهم أن يعلموهم أمور دينهم وأن يلزموهم بأداء الواجبات وفعل وترك المحرمات، لأن هذا موجب الرعاية التي حملها الله إياهم في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، والقوامة تكون في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الدين أولى وألزم وآكل. فما فعله هؤلاء نحو ابنتهم وما ومنعهم إياها من الصيام الذي أن تشتغل بأعمالهم هذا خطأ كبير ومحرم عليهم، وعليها أن تقضي هذا الصيام الذي تركته من رمضان، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصوم هذه الأيام التي أفطرتها ولو كانت من زمان متقدم، فإن هذا دين في ذمتها لا يسقط إلا بأدائه لله سبحانه وتعالى، فعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم والاستغفار، وعليها مع القضاء أن تطعم مسكينا عن كل يوم فدية عن التأخير، وأن تدفع عن كل يوم مقدار نصف صاع للفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إني لم أصم شهرا آخر، ولكن هذا بعدما خبرت وسببه مرض شديد ألزمني الفراش، فهل يجب علي القضاء مع العلم أنه يصعب علي الصوم الآن صعوبة لا يعلم قدرها إلا الله، هذا بالإضافة إلى إصابتي بأمراض عديدة الآن مثل انخفاض ضغط الدم وأمراض مثل ما يسمى بالضيق وغيرها، أرجو أن توضحوا لي جزاكم الله خيرا. على كل حال الأيام التي أفطرتها في رمضان باقية في ذمتها، دين لله سبحانه وتعالى لا بد من قضائه، ولكن إذا كانت في الوقت الحاضر لا تستطيع القضاء بمرض مزمن يداوم معها ولا تستطيع معه القضاء بصفة مستمرة، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمراد الذين لا يستطيعون الصيام لمرض مزمن مستمر أو لهرم وكبر، فعليهم الفدية طعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف الصاع عن كل يوم للفقراء، وعليها فدية أخرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، فتخرج عن كل يوم فديتين، فدية عن القضاء وفدية عن التأخير، مقدار نصف صاع من هذا ونصف صاع لهذا، نصف صاع للقضاء يعني عن القضاء ونصف صاع عن التأخير، فيكون المجموع صاعا عن كل يوم تدفعه للفقراء. أما إذا كان هذا المرض الذي تذكره مرضا عارضا يرجى زواله فإنها تنتظر، فإذا زال فإنها تقضي مع الإطعام كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول فؤاد مغربي الجنسية، أخونا له قضية مطولة ملخصها أنه ارتكب عددا من المعاصي والآن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو من فضيلتكم التوبة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، نسأله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك على طاعته. الواجب عليك الاستمرار على التوبة والابتعاد عن فعل المحرمات والمعاصي، وأيضا عليك بالإكثار من النوافل، عليك بالإكثار من النوافل والاستغفار، قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في الفرائض وكذلك في النوافل في عموم قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ونسأل الله لنا ولك الاستمرار على التوبة ثبات على الطاعة والبعد عن المعصية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو الدعاء الصالح والمقبول
الرسول الذي يقدمه الأب إلى ابنائه والذي يقدمه الزوج إلى زوجته في الصلاة أو غيرها. جزاكم الله خيرا. ليس لذلك تحديد. دعاء الصالح كثير، يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بصلاح، يدعو لهم بالاستقامة على دين الله، يدعو لهم بالرزق الحلال والكسب الطيب، يدعو لهم بالتوفيق والإعانة. فباب الدعاء كثير واسع، يدعو بما فيه صلاحهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم. جزاكم الله خيرا. ما هو رأي فضيلتكم في زيارة الأولياء والصالحين وزيارة قبورهم؟ وأيضا هناك كثير من الناس تتشابك أيديهم على قبور الأولياء والصالحين ويبكون ويقبلون القبور أيضا. زيارة القبور، قبور المسلمين سواء كانوا من الأولياء والعلماء أو من عامة المسلمين، زيارة القبور على نوعين، نوع مشروع ونوع ممنوع. أما النوع المشروع هو زيارة القبور من أجل الاعتبار بأمور الآخرة والتذكر للموت والاستعداد له الأعمال الصالحة، وكذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم ترحم عليهم. فإذا كان القصد من الزيارة هو ما ذكرنا من الاعتبار والموعظة والدعاء للأموات فهذه زيارة مشروعة، قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يدعو لهم ويسلم عليهم، يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، قدم مؤجلون وإنا بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذه زيارة مشروعة وفيها أجر وخير للحي وللميت، الحي يعتبر ويتعب والميت يدعى له ويستغفر له، الله قريب مجيب. أما إذا كان القصد من الزيارة تبرك بالأموات والاستغاثة بهم وتقبيل أضرحتهم والتمسح بها طلبا للبركة، فهذه زيارة بدعية شركية محرمة، لأنها إما شرك بالله عز وجل إذا طلب من الأموات قضاء الحاجات وتفريج الكروبات واستغاث بهم وتبرك بهم فهذه زيارة شركية، وإما وسيلة من الشرك فهي زيارة محرمة وممنوعة، لا تحل ولا يجوز للمسلم أن يفعلها ولو كانت قبور الأولياء والصالحين. نعم، قبور الأولياء والصالحون نحن نحبهم لأن الله يحبهم ونقتدي بهم في فعل الخير، لكن لا يجوز لنا أن نعبدهم من دون الله أو نطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وهم أموات قد انتقلوا إلى الدار الآخرة، هذا إذا ثبت أنهم أولياء. فالولاية لا تثبت إلا بدليل، لا يحكم لأحد أنه ولي لله إلا إذا قام الدليل على أنه كذلك من الكتاب أو السنة. أما من لم يثبت الدليل على أنه ولي لله فنحن لا نجزم له بالولاية، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين من غير جزم بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية أخرى يقول فيها: أرجو منكم أن تخبروني ما العمل، إذ أن لي طفلان، الأول بلغ 5 من عمره ولم أقم بتختيمه، والثاني في السنة الأولى، وسمعت أن الختان لابد أن يكون في الأسبوع الأول من عمر الطفل، وجهوني حول هذه القضية، وهل يجوز إقامة الأفراح عند الختان؟ جزاكم الله خيرا. لابد من الختان، ختان واجب، وفعله في الأسبوع الأول أفضل، فعله في حال صغر الطفل أفضل لأنه أسهل على الطفل ولأن فيه المبادرة إلى إزالة هذا الغلاف الذي يؤذيه ويمنع الطهارة، المبادرة بختانه وهو صغير أفضل. وأما إذا كبر فإنه يجب الختان، يجب عند البلوغ وجوبا ولا يجوز تركه، فالواجب عليك أن تبادر بالختان الكبير وأن أيضا تختم هذا الصغير. الختان اليوم ولله الحمد متيسر بوجود المستشفيات والعمليات الجراحية، فهو سهل ومتيسر، المهم أنه لا بد منه في حق الكبير وفي حق الصغير. نعم، جزاكم الله خيرا. وأما عمل الوليمة عند الختان فلا بأس به، في هذه المناسبة لا بأس بعمل وليمة لدعوة الناس الجيران إليها، لا بأس بذلك، وهذه من المناسبات التي تعمل فيها الولائم. نعم. ماذا عن الأفراح كما سمعها الشيخ صالح؟ لا ندري ماذا يقصد بالأفراح، إن كان فيها منكرات فإنها محرمة، إن كان فيها منكرات وعادات سيئة فإنها محرمة، أما إذا كانت مجرد اجتماع لأكل الطعام وحضور الوليمة والاستئناس مع الإخوان والجيران لا بأس بذلك. لا. يذكر ضرب الطبول وما أشبه ذلك في الصالح والزغاريد أيضا، هذا لا يناسب،
هذا لا يناسب، إنما الاجتماع الذي يحصل عند الوليمة وأكل الطعام والتعارف بين الناس هذا لا بأس به. أما التوسع في ضرب الطبول أو ما هو أشد من ذلك من الموسيقى والأغاني والزغاريد كل هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن سمعاء رسالة بعث بها مستمع رمز إلى فيه بالحروف ألف سين، يقول: إني مقيم في صنعاء وسافرت يوم الخميس إلى قريتي في محافظة سعيد، حيث أنني صليت العصر في صنعاء جماعة ثم صليت المغرب بعده قصرا ركعتين، ثم شعرت بأن صلاتي صحيحة بعد وصولي إلى سعيد في 9 ليلا فصليت العشاء فقط. وجهوني، جزاكم الله خيرا. والمغرب لا تقصر، المغرب لا تقصر 3 ركعات لأنها وتر النهار، فإذا كان قصر صلاة المغرب فإن عليه الإعادة، يعيد صلاة المغرب ويصليها 3 لأن صلاته الأولى التي قصر فيها المغرب غير صحيحة، فعليه أن يعيد صلاة المغرب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو عبد الله الرشيدي بعث يقول: إن لي عمة تبلغ الآن 35 من عمرها، أفطرت شهرا من رمضان بسبب وضع الحمل ولم تقضه حتى الآن، فبماذا توجهونها؟ يقول: إن له عمة تبلغ الآن 35 وقد أفطرت شهر رمضان بسبب الوضع ولم تقضه حتى الآن، فبماذا توجهونها؟ يجب عليها أن تقضي ما أفطرته سابقا من رمضان، تبادر بالقضاء لأنه باق في ذمتها، عليها أن تبادر بالقضاء، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت من أي عذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أحد الأخوة المستمعين سؤال يقول فيه: أرجو أن توجهوني في هذه القضية، هل الأم إذا قامت بتنظيف الطفل الصغير وهي على وضوء هل ينتقد وضوءها؟ وجهنا، جزاكم الله خيرا. إذا لمست فرجه مباشرة من دون حائل، إذا لمست فرج الطفل الذي تنظفه مباشرة، لمسته بيدها مباشرة من دون حائل، فإنها ينتقد وضوء بذلك، لأن مس الفرج أولا كان أو دبرا بدون حائل ينقض الوضوء، كما جاءت بذلك الأدلة في نقض الوضوء بمس الذكر. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يستوي فيه الصبايا والصبيان شخصا؟ يستوي فيه الذكور والإناث، ويستوي فيه الكبار والصغار. بارك الله. نعم، لأن مس الفرج مباشرة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان فرج الشخص أو فرج غيره. نعم، جزاكم الله خيرا. كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، كله ينقض الوضوء. تقول: أستعمل حفاظات لطفلي لكي تمنع تسرب البول إلى ملابسه أو إلى الأرض أو إلي، وعند ذهابي إلى المسجد أحمل طفلي أثناء الصلاة، هل تكون صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة ما دام أن الطفل محفظ ولا ينتشر منه نجاسة عليك، فالصلاة صحيحة، ولكن الأولى عدم حمله، الأولى عدم حمله ما دام أنه يخشى أن يحصل منه شيء من انتشار النجاسة، فالأولى عدم حمله. أما إذا كان لا يخشى من انتشار النجاسة على حامله فلا بأس بحمله في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل معه أمامة بنت زينب بنت بنته، وكانت طفلة صغيرة كان يحملها إذا قام، فإذا أراد السجود وضعها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. قرأت في كتيب أنه يجوز للحائض والجنب أن تلمس المصحف، ودليل الكتاب هو أن المقصود بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، ولو كان يقصد بنو آدم لقال المتطهرون، فهل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، المراد بهم على الراجح الملائكة، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه أقسام القرآن إن ذلك يدل بالإشارة على أن البشر كذلك لا يمسه منهم إلا المطهرون، يعني من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة كما حكاه صاحب المغني وغيره، اتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف مباشرة من غير حائل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة تقول: أختكم في الإسلام تسأل وتقول: أسأل عن تقصير الشعر من مقدمة
الرأس وتسريحه إلى الخلف أهو حلال أم حرام؟ وإذا كان هذا حرام أرجو إفادتي وتوجيهي إلى الطريق الصحيح، علما بأنني يا فضيلة الشيخ أقوم بتسريح الشعر إلى الخلف بدون تقصير. إن كان المقصود بالتقصير القص فهو لا يناسب، الأولى والأحسن إبقاء الشعر لأنه جمال المرأة، وأما القص فإنه ينقصه ويشوهه وفيه تشبه بغير المسلمات. وأما تسريح الشعر فلا بأس أن يصرح وأن يفرق مع الوسط ويعمل فيه ما هو الأصلح من غير تشبه بالكافرات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعض الشيء بعث بها مستمع من الأردن يقول في أحد أسئلته: هل زيارة القبور حلال أم حرام؟ في ذلك تفصيل. إن كان المقصود من زيارة القبور الاعتذار والاتعاظ والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة فإنها مستحبة وفيها أجر عظيم، وإن كان المقصود من زيارة القبور التبرك بها والاستغاثة بالموتى وطلب الحوائج منهم فهذه محرمة وشرك أكبر يخرج من الملة، وهذا هو المتعارف عليه عند القبوريين اليوم أنهم يزورون القبور بقصد التبرك بها وطلب الحوائج وقضاء الحاجات من أهلها والاستغاثة بهم من دون الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا. هل يسمعك الميت عندما تسلم عليه؟ ورد ما يدل على ذلك والله أعلم، فإذا ثبت هذا فهذا من أمور البرزخ ومن أمور الآخرة التي لا يقال فيها إلا بالدليل، فالأمر بهذا سهل، لكن زيارة القبور بحد ذاتها مشروعة إذا كان القصد منها الاعتبار والاتعاظ وطلب والمغفرة للميت والاستغفار له. أما ما يتعارف عليه القبوريون اليوم من الاستغاثة بالأموات والتبرك بهم فهذا لا يجوز وهو شرك بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.